أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية في مزاد اليوم الثلاثاء إلى 179 مليون دولار مقارنة بمبيعات مزاد أمس الاثنين وبلغ 159 مليون دولار. وقال البنك إن سعر صرف الدولار بلغ 1190 دينارا للدولار الواحد في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفا بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة. أضاف البنك أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج زادت على 179 مليون دولار فيما بلغ إجمالي النقد المباع 360 ألف دولار. قالت لجنة التخطيط النيابية إنها وضعت خطة لاستغلال الفائض من أموال الموازنة العامة لعام 2019 لتسديد الديون الخارجية. ورهن عضو اللجنة محمد البلداوي تنفيذ الخطة بإعطاء تقارير عن الفائض المالي من قبل وزارة المالية لمجلس النواب، وأضاف أن وزارة المالية لم تزود مجلس النواب بتلك التقارير حتى الآن رغم المطالبة بها لمعالجة أزمة البطالة، مبينا أن الفائض سيحقق تعيين جزء من الخريجين وتسديد ديون الحكومة المتراكمة. هذا وكان النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي كشف في وقت سابق عن حاجة العراق إلى ما يقرب 120 مليار دولار لتسديد ديونه الداخلية والخارجية. قالت وزارة الزراعة إن العراق حقق فائضا عن الاستهلاك المحلي لمحصول الشعير في العام الجاري. أضافت الوزارة أن الانتاج المحلي من محصول الشعير لهذا الموسم سيغطي ويزيد عن الحاجة المحلية للثروة الحيوانية من الأعلاف وقابل للزيادة كون الاستلام من قبل الوزارة مستمر. أشارت الوزارة إلى أنها منعت 16 محصولا من الاستيراد بسبب الاكتفاء الذاتي في العام الجاري. كشفت وزارة الزراعة عن زيادة المساحات المزروعة من الشلب إلى 60 ضعفا مقارنة بالعام الماضي. وقال مستشار وزير الزراعة مهدي القيسي إن وزارة الموارد المائية سمحت العام الماضي بزراعة 5000 دونم فقط في القادسية، فيما سمحت هذا العام بزراعة أكثر من 300 ألف دونم بعموم المحافظات، ما يؤهل العراق للوصول لحد الاكتفاء خلال الأعوام المقبلة. قال مجلس محافظة كربلاء إنه أتلف أكثر من 25 طنا من مادة بيض المائدة المستورد من إيران. قال مدير شعبة الرقابة الصحية في المحافظة كرار العباسي إن البيض ضبط بعدد من المحال التجارية وأسواق البيع بالجملة. أضاف أنه بعد التأكد من الأوراق الثبوتية للمادة تبين أنها موردة من إيران الموبوءة بإنفلونزا الطيور والتي يمنع استيراد الدواجن منها، مشيرا إلى أنه تم إتلاف المادة المصادرة وفرض غرامة مالية بحق المستورد والمستورد وإغلاق مخزنه. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط أيضا. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذا التقرير الاقتصادي، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.